هلا احنا لما بنطلع على الدائرة عندنا الباور فاكتور او الباور فاكتور تراينجل. الباور فاكتور تراينجل عندنا بي اللي هي ايش بنسميها؟ الاكتف باور. في كتب بتسميها ريل باور، وهي ايش وحدتها؟ هذه هاي الباور فاكتور انجل. فاي او ثيتا. هون ايش عندنا؟ كيو اللي هي رياكتيف باور، والرياكتيف باور وحدتها في اي ار، فولت امبير رياكتيف. فولت امبير رياكتيف مش باور بدفعها، هي باور بتضلها تروح وتيجي بالسيستم. الرياكتيف باور هي باور عمالها بتنتقل من السورس لللود وبترجع من اللود للسورس، بتروح من السورس لللود وبترجع، فعمالها بتضلها بتنتقل. لكن الباور اللي موجوده هون باور عمالي بستهلكها باللود، عم تجيني من السورس وبستهلكها باللود. ولذلك اذا عندي عداد، العداد ايش بعد؟ بالوات، بكيلو وات اور ميترز. كيلو، لو عندي كيلو وات اور متر بعد ريل باور، بعد انرجي. وهذول التنين العلاقه بينهم هون صارت اس، واس اللي هي يعني ايش سميناها؟ apparent power. وايش وحدتها؟ فهي هاي كانها هي الباور الظاهريه، بس الباور الحقيقيه اللي بستهلكها بي. عندنا الباور فاكتور تساوي بي على اس. بحالة اللينير سيركتس، بس باللينير سيركتس بتساوي كوساين فاي. هذا التعريف الصحيح للباور فاكتور هو الاكتف باور على الابارنت باور. اوكي، هذا اسمه الباور فاكتور. هلا نطلع على الانستنتينيوس باور او الانستنتينيوس باور. اذا عندي انا هون في اوميجا تي، في اوميجا تي هي الفولتج. اذا هون انا بطلع على لود او سورس وبدي احسب الباور فاكتور او بدي احسب الباور بي، وجيت حطيت هون فولتج في اوميجا تي، يعني في فانكشن اوف تايم لها فريكونسي اوميجا تي بلس ماينس، وفي كرنت ماشي عندي هون، والكرنت هو اي اوميجا تي. راح تكون الانستنتينيوس باور بي، هي الانستنتينيوس باور P omega t بتساوي V omega t I omega t. الباور يعني في كل لحظة من اللحظات قيمتها، ولذلك هون استعملنا الباور، ما استعملنا كابيتال P. ايش استعملنا؟ سمول P. وايش حطينا جنبها؟ انها function of time. فهاي الباور عمالها بتختلف as a function of time، فعمالها بتختلف لحظة بلحظة. بس احنا الباور الكابيتال اللي بنحكيها هي ايش؟ هي الافرج تبعت هاي الانستنتينيوس باور على سايكل واحده. فاذا جينا قلنا 1 على 2 باي، من 0 ل 2 باي راديانز بي اوميجا تي دي اوميجا تي، هذا هو تعريف الباور الصحيح اللي هي النت باور او الافرج تبع الباور. لانه في باور عمالها بتروح وبتيجي بين السورس واللود، بس اون افرج في باور الانتجريشن تبعتها تعطيني الكابيتال بي اللي هي الباور، الباور ان واتس اللي عماله بيستهلكها هذا اللود. اوكي ماشي، واضحه هاي؟